اهلا وسهلا بكم متابعي القناه، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غيكون عباره على جوله في مسيو بريكولاج. في الاول ديال الفيديو غنبغي نقولها هذه مسيو بريكولاج ديال طريق بوسكوره، هذه كتعجبني بزاف، يعني تقريبا فيها كل شيء، وان شاء الله غادي نحاول نمشي حتى مسيو بريكولاج ديال المحمديه لان حتى هي كبيره وسمعت ان فيها حويجات زوينين. المهم ان شاء الله باذن الله غنحاول حتى هي قريبا نمشيو ندير فيها جوله باش نشوفوا واش فيها دي زارتيكل مثلا اللي مختلفين على هاد مسيو بريكولاج. كيف ما قلت لكم غيكون هذا الفيديو عباره على جوج ديال، يعني خلينا نقولوا جوج ديال الاقسام. القسم الاول كل ما يخص المنزل، يعني من الحويجات اللي كتخصنا في المنزل ديالنا وفي لاكويزين في الحمام، ولا بارتي الثانيه غتكون كوتي ديكوراسيون. انا بغيت نوريكم هاد لي بورت شوسور هادو، شو هما كاتبين فيهم رونجمون بور شوسور. كاينين ثلاثه ديال الشكيلات، وبيان سور حنا نقدروا نستعملوهم عده استعمالات، يعني حتى في لا كويزين تيجيو زوينين بزاف بزاف. لي شومبر ديال الوليدات حتى هما يجيو زوينين. فوالا هنا بغيت نوريكم كوتي ديال العود، خاصه هنا في مسيو بريكولاج كتعجبني هاد البلاصه ديال العود، كتحمقني عندهم. شوفوا معايا بحال دابا هادو دايرين 199 درهم بالحامل ديالهم ديال الخشب. شو كاين بحال هاد الشكيلات هادو، وسمحوا لي ماشي اي حاجه غنشد لكم الثمن ديالها، لان دايرين الثمن تيكون دايرين الثمن صغير وكنلقى صعوبه باش انني يعني نصور الثمن سورتو تيكون حدايا الناس. بغيت نوريكم هذه بالنسبه ل، شوفوا معايا هذه حمقاتني، وتا الثمن ديال هذا النقناقص على ايكيا. هذه داك الطرف ديال العود اللي كنقدروا نديروه فوق البوطاجي باش كنقطعوا فوق منه، وهذا يمكن الثمن واش 150 درهم جو بونس. كاين هادو 169 درهم، كاين هادو 79 درهم بالنسبه للي صوص، هادو 139. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي، داير بداك الحامل بحال ستيل ديال الحجر. كاين هادو حتى هما كيحمقوا، شوفوا معايا كيفاش كيجيو دايرين. بالنسبه للي بتيت بورسيون هكا، ولا اللي بغينا نحطو فيهم فخوماج، بغينا نحطو فيهم زوينين، الثمن ديالهم فوالا كيف ما كتشوفوا 49 درهم الوحده. كاين ديال بحال بحال الحجر، وكاين هذيك ديال العود، كاين هذه حتى هي الثمن ديالها 79 درهم، فيها هي بحال ديال الحجر وفيها يعني داك القابض ديالها ديال العود. كاين هذه الزوينه عجبتني 279 درهم، ضحكني الزراج اللي قال لي اللي ضربتي بها ما تعاودياش، عرفتي حمقاتني، فكرتني بالوصله، فكرتني بهذيك الوصله زوينه ديال البيتزا، وكطبق ديال التقديم حتى هي زوينه. كاين هاد الفراقه حتى هي كيف ما كتشوفوا معايا ديال الحجر، شو الزوين حمقني هذاك لو ميكس اللي دايرين ما بين الحجر وما بين داك الحجر بحال 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 الحجر الاسود وما بين العود، يعني فريمون داكشي غزال. شفتوا هادوك الشبيكات ديال الخبز هنايا، هادو ديال العطريه مثلا اولا ديال السكر، واتاي ديري لهم غير 29 درهم الوحده. زوين الشكل ديالهم، يعني كيجي داك الشكل داك لو ستيل مودرن. كاين هذه عجبتني هاد الغونجمون هذا اللي كتقدروا تشريوه سيباري مثلا تحطوه في لا كويزين، زوين يعني بلاصه تحطي فوق منها مثلا، ولا تقسمي فوق منها الخبز، ولا تحطي فوق منها الحامل ديال الخبز، تما ديري مثلا القريعات ديال زيت الزيتون لتحت، هو كيجي كارونجمون وكيجيو كيف ما كيبان لكم البنات بالرويضات زوين. وكاين بحالو ديال اينوكس غير ما صورتوش لكم، كاين حتى هذا بالنسبه للناس كيبغيو يديروا فيه هذوك لي زيرب مثلا، ولا دوك المحبقات صغيورين. وهنا هذه حمقاتني، شوفي شحال زوينه هذه ديال البديع، 45 درهم، بحال اون بتيت مارميت صغيره، ولي كولور حمقاتني، لي كولور زوينين ديالها، كاينه في لو روج مع ديك لا توش ديال النوار، وكاينه في الاورانج. 49 درهم، 49 مع 45 البنات. كاين هنايا كيف ما كيبان لكم هادو ديال الغونجمون، لان متاكده بمجموعه ديال السيدات كيبغيوهم بالنسبه لي سال دو بان، بالنسبه لي شومبرا كوشي، كيستعملو حتى في لي دريسينغ، تيجيو زوينين هادو، كيمشيو ثلاثه ب 499 درهم وراه كبارين. وعاده كاين هادو بالنسبه للحويجات هكا مثلا، الحويجات موسخين مثلا في الحمام ولا في لا شومبرا كوشي، دايرين لهم 299 كبارين، بحال الفايبر والبامبو، كيجيو على هاد الشكل هذا. شوف 299، وهذه اللي صغر منها 279، في اللون كيف ما كيبان لكم مغلوق شويه. المهم غير ما تنساوش ليا لي جيم، عافاكم جيم وبارطاج، كنحاول ما امكن ان اي بلاصه مشيت ليها نصور لكم. شوفوا هادو تا هما دايرين 259 درهم، كيمشيو لي 3
ب 3,259 درهم. كيعجبوني هذا النوع ديال الجوالات، انا نقول لكم يعني كنحاول نصور لكم نتوما، وحتى انا كنمشي ندير لو غوبيراج، يعني ضروري ما كتغوبيري، كديري جوله كتشوفي مثلا السوق اشنو فيه عاد كتشري، لاني كنتقاد شي حاجه هكا في الدار كوتي سالا مونجي. ان شاء الله نتقاسم معكم ان شاء الله داكشي كامل، وكنبغي نشوف نمشي نشوف لا ديكوراسيون داكشي اللي خارج كيف ما خدمتي شحال هادي. كنا مثلا ملي كنبغيو نصوروا شي حاجه كنت كنمشي انا مثلا والكاميرامان والسيد مثلا اللي كيدير الصوت، وكتكون معنا واحد السيده اخرى مثلا اللي كدير داكشي ديال الميكرو هذا. وقبل ما كنمشيو نصوروا في شي بلاصه كنمشيو نديروا الغوبيراج، يعني كتمشي كتشوفي مثلا لي زيماج، كتشوفي ليكليراج، كتشوفي الصوت في ديك البلاصه واش كاين فيها الريح، باش ملي كترجعي مره اخرى كتكوني عارفه يعني لي بروبليم اللي كيتسناو، كتكوني عارفه لي بلان اللي غادي تاخدي. فانا بقات في هذه القاعده، يعني انا نورمالمون حتى في الدار هكا مثلا ملي كنبغي نمشي نتقدى اي حاجه ضروري ما كندير واحد الجوله ديال الغوبيراج، يعني كنكتشف فيها كنشوف هذيك البلاصه اشنو فيها لي بري، كنشوف لي بري ما بين بلاصه وبلاصه بحال هكا باش كتاخدي فكره. علاش لا نصور لكم، انا بغيت نوريكم واحد هذيك البليصه، واحد السيده قالت لي علاش ما عفاك ورينا لي هذوك اللوينات كاملين، باقا عاقله عليها كانت قالت لي في الفيديو الاخر اللي كان صوت مسيو بريكولاج بالنسبه لهذا لو كوتي ديال الحمام اللي فيه هكا هذا ديال الصابون وديال فين كديري الليكيد ديال اليدين. فكيف ما كيبان لكم شكيلات عندهم خطيرين، عندهم لارج شوا بمقارنه مع بلايصات اخرين، عندهم واحد البلاصه كلها خاصه غير بهادو ديال الحمام، وكاين جميع لي بيدجي، يعني كاين 42 درهم كيف ما غتشوفوا معايا، كاين 29 درهم غتشوفوهم معايا، يعني داكشي زوين. وباش زوينه كتشري القطعه، يعني كتشري كل حاجه بوحدها، حيت كاين الناس اللي ما كيبغوش مثلا لو باك كامل بحال دابا هادو غير ب 39 درهم لواحد. شوفوا معايا الديزاين شحال كيحمق، ولي كولور فني، مثلا تقدر تشري غير هادي وتشري غير الكاس بوحدو مثلا صافي بركه، ما كطريش تشري لو باك اللي فيه 3 اولا 4 ديال القطع. شوفوا معايا لي كولور شحال كيحمق، شفتوا اللوينات كنوريكم هنا اللوينات، شوفوا معايا ثاني هاد لو ديزاين، شوفوا معايا هذا بحال شتي ديال الحجر، واعر 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 سيدتي كيقلبوا على هاد الشكل هذا. شوفوا الثمن ديالو كيف ما كيبان لكم، حتى هو 39 درهم. كنوريكم لي ستيل الاخرين، يعني كاين بيان سور البورسلين اولا البديع، وكاين البلاستيك اللي كيجي بحال قاسح، وكاين الزاج. شوفوا معايا هذه ثاني فوالا دايره لها غير 20 درهم. شوفوا معايا هذه دايره لها هذه شويه طالعه الثمن 65 درهم، انا غنرجع عليها. شوفوا كنوريكم اللوينات اللي كاينين، فني اللوينات. شوفوا معايا هذه فيها داك لو كوتي بحال الستيل ديال الزليج، ديال 49 درهم. شوف شحال غزاله فوالا، هذه اللي قلت لكم دايره 65، وغنوريكم لي كولور اللي فيها، كتجي بحال هكا مكوره. فوالا يعني كتشري كي قلت لكم القطعه، كتاخذي الطقم على حساب الاحتياجه ديالك، كتشري مثلا ديك الشيته باش كتغسلي الطواليت، كتشري مثلا داك الكاس اللي كديري فيه مثلا لي بغوسا دون، كتشري مثلا غير هذاك فين كتحطي الصابون، على حساب كتاخذي جوج القطع 3 4، واللوينات اللي بغيتي والاشكال حديت ولا حرج، الاشكال ما نقولش لكم كاع الاذواق كاع الاذواق. شفتوا دوك لي بتيت ميغوار حتى هما اللي كيتحطوا بحال هكا، الاثمنه ديالهم كاينه 59، كاينه 169. هنا بغيت نوريكم هذه اللي كتحطوا فوق الكراسة ديال طابلا مونجي، كيمشي باك فيه جوج ب 79 درهم. شفتوا كيفاش كيجيو دايرين، كاين هادو باك فيه جوج ب 79 درهم، وكاين هادو هاد الغلاضين هادو يمكن دايرين واش 39 درهم الوحده، هادو جو بونس انهم دايرين 39 فوالا، هي هذيك 39 درهم الوحده. كاين حتى هادوك لي كوسا حتى هما، وهادو زوينين عجبوني غير ما جاوني غلاضين بزاف عاوتاني. قلت لكم انا محتاجه لشحال من حاجه، من بعد ان شاء الله غنتشارك معكم داكشي، غير دابا قلت لكم كناخذ فكره. كاين هاد الحجيرات الناس اللي كيبغيو يستعملوهم مثلا، تيكون عندهم مثلا تيراس كيبغيو يصوبوا شي ديكوراسيون، اولا كيكون عندهم الجرده، اولا كيكون عندهم داك الغازون داك الفو غازون اللي كيكون، وكيبغيو يديروا مثلا ديكوراسيون. غنوريكم واحد الشكل دابا مصوبينه، هادو الخنيشات كيتباع، هادو الحجيرات كيتباعوا الخنيشه، شتو يعني كل حجر والثمن ديالو كيمشي للخنشه. كاين الحجر داك اللي بحال التيموم اللي كبير، كاين اللي صغير، كاين اللي صغيور بزاف. وهنا كاين حتى الشكيلات، الناس اللي كيبغوا داك يديروا داك لو ستيل ديال العود، هذا دابا دايرين هذه كلها دايره 145 درهم.
شفتوا كيبغيو دروك شكيلات مثلا في التيغاس اولا مثلا في شي جاردان عندهم، كاين ناس كيستعملوا حتى في السطح. كاين بزاف ديال الديكوراسيون كيديروا بحال داك لو ستيل ديال فارم هاوس مثلا، الناس كيبغيو كيكون عندهم مثلا الدار اللي في العروبيه اولا، هذا كيجي ستيل واعر، كيجي بحال هذا الشكل كيف ما كيبان لكم. شفتوا كيزوقوا بداك الحجر بالبياض الماغون، كيجي غزال. هذا غير بالنسبه انا اي حاجه قلت ممكن يعني تحتاجها مثلا اي متابعه انا في القناه حاولت نصورها لكم. هنا حتى لي بو عندهم جميع الاشكال وبيان سور جميع الاحجام. شوفوا هذا لو ستيل اللي كيبان بحال قديم ديال هذوك لي سو ديال دوك ستايلات، كيبان بحال قديم، السطر كيبان قديم، ستيلات واعرين. شوفوا هذو قداش هاد لي بو هادو، تبارك الله كبارين، ولكن راه ما تقالش. الناس اللي كيتسائلوا راه ما تقالين زعما، ماشي داك البو كتشوفوا بحال هكا تصحابوه بالحجار اولا، ما عرفتش لا ماتيغ باش مخدوم، ولكن زوين. كاين حتى هادو حتى هما كيجيو في لا ديكوراسيون، الثمن ديالو 175 درهم، كيجي بحال هكا شتو بحال مصوبه شي وريضه بالعود بحال هكا. كاين الناس اللي كيحطوهم في الجرده كيجلسوا عليهم، المهم واحد الديزاين ديالهم خطير. وكاين هادو حتى هما اللي كيتستعملوا بحال كسيباراسيون على حسب الناس اللي عندهم الفيزافي، يعني كيشوفوا ما عندهم الناس قدامهم اولا، هذا كدار في السطوحه، كدار في لي تيغاس، في لي بالكون، هذه كلها كتباع ب 729 درهم. كنظنني صورت لكم العبار، المهم جاتني زوينه بزاف بزاف داك البلاستيك الغليظ. وكاين هادو اللي كيمشيو كيداروا في الارض، هادو كيمشيو للوحده. لهنا درت لكم واحد لو بلون لارج باش تشوفوا هاد البلاصه اللي خاصه بجارديناج، كل ما يخص الجاردان ولي موبل جاردان، حتى هما غنوري لكم شكيلات فنين عندهم هنايا غزالين. شوف بحال دابا هذا داير 2000 درهم كيف ما كيبان لكم. كاينه هاد الجلسه كلها تقريبا دايره شي 3500 درهم كلها. شوفوا الناس اللي عندهم مثلا الجارده كيف ما قلت لكم اولا عندهم الدار ديال العروبيه، ستيل واعر، ستيل غزال. شوفوا تاني هذه كلها فيها تقريبا شي 8 ديال الكراسه كبيره، الثمن ديالها تقريبا شي 8000 درهم، بوا ماسيف بيان سور. وهنايا غادي نمشي لكم لوتر كوتي، غنرجع لكم اللومينير، غنرجع لكم هكا البولات وهذا فوالا. غير بغيت نوريكم كوتي هنايا هذوك كوتي ديكوراسيون، كاين هاد البلاصه عندهم جابوا تاني شي حاجه زوينه، منهم هاد الطبيلات هذو اللي كتشوفوا معايا، منهم هاد لي بوف الاشكال والالوان وحتى الاحجام، يعني كاين الكبار كاين الصغار، كاينه 500 درهم، كاينه 400 درهم، بحال دابا هادي 469، هادي اللي دايره بحال فيها السنسله من الوسط، ولي كولور ديالها كيف ما كتشوفوا معايا الاورانج بلو روا الاخضر الملكي. كاين حتى هاد لي بو عجبوني، شوف شحال غزالين، الثمن ديالهم جو بونس 69 درهم. وكاين حتى هاد لو ستيل ديري لي 79 درهم. وكاين حتى في الفضي، يعني الناس اللي بغاو في الفضي، كاين هذا اللي بالرجيلات 119. عندهم هاد لو كوتي ديكوراسيون واعر، غير ما تفلتو حتى لقطه البنات داكشي غيحمقكم كيف ما حمقني انا، يعجبني. شوفوا معايا هاد الطبيلات بحال هكا شحال كيحمقوا، هادو الثمن ديالها 1199 درهم، 24000 ريال، وكتجي بالروايط غزاله غزاله غزاله، يعني يعني كتعطي واحد الجماليه في البصل اللي كتحطيها فيها، روعه. الناس اللي كيعجبهم هاد لو ستيل ديال العود واللي كبر منها ب 1599، شو ساهله يعني ملي كتبغي تديها وتجيبيها في هذوك الرويضات ساهله. كاين هاد ستيل ديكوراسيون بحال بوجوار 219 درهم. غنوريكم واحد لي ميغوا خطيرين، وغيكون نوريكم حتى واحد السول ديرينو شي بريكولاج في البابي با، ابقاو معايا. شوف هنا بديت لكم من الساعات تقريبا دايرين من ابتداء من 129 درهم. كاين الاشكال ديال الساعات هكا، يعني كاين ستيل مودرن، كاين ستيل فينتيج، يعني كيجي بحال الستيل القديم شويه. شو الاثمنه اللي كنلقى فيهم مشكل، بحال دابا دايره 169 درهم، كتجي بحال قديمه شويه. وهنايا غادي نوريكم لي ميغوار اللي عجبوني، كاينه اللي كتجي مرايه وحده، وكاين اللي كيجي بحال ان سيت، يعني بحال ان باك ديال هاد لي ميغوار هادو فنين. شوفوا معايا في الدوري وفيهم بزاف ديال الاشكال، كيمشي بحال دابا هذا باك ديال 3 بحال دابا 189 درهم كيف ما كيبان لكم، كيجي على هاد الشكل. كاين داك اللي حدا حتى هو جو بونس لو ميم بري، كاين داك اللي كيجي فيه 4 ديال القطاع،
كاين حتى بحال هاد لو ستيل هذا اللي كيجي دائري شتو يعني كوتي ديكوراسيون. الناس اللي كيبغيو يديروا لا ديكوراسيون بالنسبه للصالون او بالنسبه للسيجور او بالنسبه لي كولوار واعر. يعني هادو دابا 189 درهم، هادي 299 هاد الميغوار الكبيره. كاينه هادي 139 درهم، هادي اللي كتجي بحال الوريضه ثلاثه بيان سور، كيجي باك فيه ثلاثه. شوف كيفاش كيجيو دايرين واعرين واعرين واعرين، اثمنه غزاله. كنعاود نذكر انا كنصور لكم في مسيو بريكولاج ديال طريق بوسكوره. شوفوا الشكيلات اللي كاينين، فنين شكيلات، وهادو هما مون كود كوغ. هادو اللي كنت كنشوفهم انايا كيشهروهم هكا في الانستغرام، كيجيو في لي سالون كيحمقوا. هنا دايرين ليهم الثمن ديالهم 319 درهم، جوج 319 درهم. هادو 269 على حساب ستيل، يعني كاين واحد ستيل بحال الجليج، كاين واحد ستيل داير بحال فان كليف، كاين واحد ستيل داير بحال الدميعه شتو. ومازال شوف كنوريكم هنايا لي ميغوار الشكيلات اللي كاينين، مي هادو حمقوني، هادو واعرين. هادو بالنسبه لو سالون كيجيو خطيرين، والاثمنه كتبقى جد مناسبه. شوفوا معايا لي ديزاين الاخرين ديال هادوك المرايات، ما قدرتش حيتهم بعادين عليا باش نوريكم لو بري، لكن كلهم اثمنه كتبقى زوينه. وهادو اللي لتحت هادو هما اللي حمقوني، هادو باك فيه خمسة، باك فيه ثلاثة، واثمنه زوينه بزاف بزاف شتو. انا كنحاول نوريكم بحال دابا هادي 149 درهم، كاينه هادي غير 129، هاد البيضه فيها 3 غير 129 درهم. وهنايا كوتي ديكوراسيون عاوتاني كاينه هادي، هاد الستيلات هادو بحال شي بحال ان فيزاج هكا. هادي كنقدروا نحطوا فيها لي زاكسيسوار ديالنا، كنحطوا كنقدروا نحطوا بحال ان فيد بوش، يعني في الدخله ديال الباب كنحطوها، وكنحطوا فيها مثلا السويرتات او لي زاكسيسوار او لا. والاثمنه راه كتشوفوا معايا كاينه 129 درهم، كاينه 149، كاين حتى هادو بحال فيها الوجوه فيسيز دايره بحال هكا، كاينه حتى في جو بونس في الذهبي، انا غنوريها لكم. وكاين الحجم الصغير والحجم الكبير. هادي كاين سيدات اللي كيحطوا فيها البخور، كيحطوا فيها مثلا البخور ديالهم او لا، كتجي حتى 60 بخره، كتجي زوينه 139 درهم. وكاينه 100 هادو الكبارين كاع ب 239. انا فين ما كتعجبني شي حاجه البنات كنحاول ما امكن انني نبارطاجيها معكم باش هكا تعم الاستفاده. تاني هاد لو كوتي تاني ديكوراسيون، هادو 249 درهم، ما عرفتش في الحقيقة علاش ممكن يتستعملوا بحال ستيل ساك شتو. وفي هاد لو كوتي هذا كيف ما كيبان لكم لي بلاطو بحال هادو تا هما زوين، هاد المجيرات كيحمقوني. كاين السيدات اللي كيديروهم في الكورنر كافي، يعني في ركن الشاي ولا ركن القهوة مثلا، كيحطوا فيه لي تيزان، كيحطوا فيه القهوة ديالهم، كيحطوا حدا لا ماشين ديال القهوة، كيجيو زوينين. وداك ستيل مرخم كاين، هادو كنقدروا نستعملوهم في لي شومبر ديال البنيتات اولا ديال الوليدات، زوينه. يعني هنايا كوتي ديكوراسيون داكشي فن كيحمق. هانتوما البنات شتو، شوفوا هنايا هادو اللي وريتكم قبيله، انا غنوريكم، بغيت نوريكم جايه لكم لواحد الواحد الشكل عجبني. هادي رونجمون، هما دايرينها نورمالمون ديال الشراب، ولكن ممكن ديريها لزيت العود كتجي غزاله. اولا الناس اللي كيكونوا كيبغاو كالمشروبات الغازيه اولا هكا اولا الماء، علاش لا. كاينه هادي اللي كتجي بالرويض، بلاطو كيجي بالرويض 199 درهم، تقدري تحطي فوق منها شي حاجه مثلا اللي كتبغي يعني يعني باش ما تخسرش لك الارض. فوالا هذا هو اللي بغيت نصور لكم البنات، هذا الشكل هذا كيحمقني انا. هذا الشكل ديري لهم 125 درهم، شوف كيفاش كيجيو دايرين. وكاين هذا اللي انا كتعجبني كتحط اما بوحدها 149 درهم، اما تقدري تحطيهم تحطي جوج، اما تقدري تحطي وحده مستطيله جوج مستطيلين الوحده الوسط مربعه. وكاين داروا بحال داروا نفس الشكل، داروهم طبيلات، داير لهم 399 درهم، يعني خداو هذاك الشكل وداروا ليه رجيلات من التحت، جا روعه. الثمن ديالها 249 درهم، هذه كتلصق بحال هكا، تقدري تلصقي وحده، تقدري كي قلت لك تلصقي جوج اولا ثلاثه، تقدري تخليها في اللون الطبيعي ديالها اولا تبغيها باي لون بغيتي. روعه روعه روعه، حمقوني هاد لي بانو هادو، دايرين بحال مصاوبين بحال بواحد الخشب خفيف، فنين 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 في لا ديكوراسيون. كاين السيدات اللي كتاخد مثلا جوج ثلاثه اربعه وكديرهم في لا تيت دو لي،
كتلصقهم بحال هكا وكتجيو في لا تيت دو لي. تقدر تخليهم لون واحد كي قلت لكم، كيف ما ممكن تصبغهم واعرين. وهنا كندير لكم واحد الدويره في البابي بان في الشكيلات اللي خارجين دابا، ستيل ديالهم بحال التوب، يعني في الملمس ديالهم ملمس ديال التوب. هادو البنات للاسف ما لقيتش الثمن ديالهم، والاخرين شي وحدين اخرين غنبينهم لكم فيهم لو بري. المهم هادو ما فيهمش الثمن، انا غير كنوري لكم الشكيلات ولي كولور اللي كاينين. شتو الشكيلات هنايا كيفاش دايرين؟ كاين بحال هاد لو ستيل هذا، حتى هو كيجي بحال الصباغه. هذا روعه، هذا حمقني هاد لو ستيل هذا. كنعاود نذكر الملمس تماما بحال التوب. هنا كنوريكم كيفاش كيجي مثلا ملي كديرو في مثلا ملي كديرو في هذا في لومبيونس، في مثلا في ان سيجور ولا في ان صالون، ولا يجي حتى في لي شومبرا كوشي يجي غزال. شو هاد لو ستيل تاني، هاد لا كولور. شتو اللوينات كي دايرين ديالو؟ واعرين اللوينات ديالو، خطيرين. شتو كيبينو لكم هنايا البلايص ممكن تستعملو. هذا تا هو كيحمق، هذا نفس الرسمه غير اللوينات مختلفين. وهادي اللي كتجيب اللي هذا اللي كيختلف، يعني الشكل ديال القطعه الثانيه ديال البابي بان هي اللي كتختلف. يعني الاولى كيجيو فيها بحال هكا يعني الطيور، وهذا والثانيه اما كتجي ستيل هكا لوزونج، كتجي ستيل بحال ديك الزليج المغربي. واعرين هادو فيهم لو بري كيف ما كيبان لكم. هادو راه دايرين فيهم الثمن، وغنوريكم مازال وحدين اخرين. شو شحال واعر هذا، بحال دابا هذا الثمن ديالو 395. دائما كنهضروا على حساب الرولو، الرولو في الغالب تتكون فيه شي 10 متر، كاين رولو اللي كتكون فيه اكثر. انا كنوريكم غير اللوينات، ودائما لي زومبيونس فين ممكن يعني تستخدموا هذا البابي بان باش كتاخذوا افكار. فوالا هنا جيت لكم باش نوريكم هاد لا برومو هادي اللي دايرين في هاد البابي بان هذا ب 39 ولو 40 درهم. الرولو كيبقى كتاخذوا غير ب 40 درهم، وكتكون فيه تقريبا 10 متر. وهادو هما اللوينات اللي ديسپونبل، يعني كاين لو غري، كاين لو بلو، وكاين هاد لو غري هذا مفتوح بحال مفتوح شويه، كيبقاو ب 39 درهم. اللي بغات ديروا مثلا في لا شومبرا كوشي، ولا مثلا بغات ديروا في مثلا في لا شومبرا كوشي ديال الولد ديالها، ولا ديال وليداتها، في الناس اللي عندهم البيروات مثلا. شو ثمن زوين غير ب 40 درهم الغولو كامل. وهنا كندير لكم غادي لكم واحد الجوله باش تشوفوا معايا الشكيلات اللي كاينين بالنسبه لي شومبرا كوشي ديال الوليدات وديال البنيتات، وايضا لي صالون لي سيجور. وغنوريكم حتى واحد الشكل اللي كنسولاتني عليه واحد المتابعه بالنسبه لي كويزين، كيف الناس اللي كيبغيو يستعملوا واحد البابي با لي كويزين. بقاو معايا نتوما غتشوفوا داير بحال ستيل ديال الزليج. كنوريكم غير الشكيلات اللي كاينين بعجاله. ها هو البنات شتو كيفاش كيجي داير، ها هو 169 درهم الرولو. وكاين هذا اللي كيجي بحال ستيل العود، هذا 175. شو كيفاش كيجي داير زوين بحال الزليج. كاين هذا الفوقاني حتى هو، هذا الكابيتوني ممكن نستعمل في لي شومبرا كوشي، وهذا حتى هو ممكن نستعمل بحال الزليج 169 درهم حتى هو للرولو. وغنوريكم هنا الرولو شحال فيه، انا كنقلب حتى هو 10 متر. فوالا كنظن 10 متر، هاهي فين مكتوب بنيت. اي فوالا هنا غندير لكم واحد الجوله باش تشوفوا معايا الشكيلات الاخرين. شتو والاثمنه بيان سور، كاينه 275 بحال دابا داك الشكل اللي بحال ديال تحجار. كاين هاد، كاين ديال 200، كاين ديال 285 بحال دابا هذا ديال 495 هذا. وهنا رجعت لكم الكوتي لومينير باش نوريكم الجديد، يعني غندير غير لقطات شي حاجه خفيفه باش نوريكم الجديد اللي كاين. شتو بالنسبه للناس اللي مهتمين، ما قدرتش نشد لكم الاثمنه لان هاد لي بلون كناخذهم غير عتي كنتحارب باش ناخذ هاد لي بلون باش ما تشدش معايا الناس. كنحاول نوريكم غير الجديد، يعني لي ديزاين جداد اللي خارجين فقط.
كاين ديال بيان سور الدار كامله، وكاين حتى ديال الوليدات يعني لي شومبغ كوشي ديال الوليدات. وهنايا كوتي ديكوراسيون تاني في هذاك الشيء غزال. المهم كان فيديو خفيف ظريف، كنتمنى انه يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه. غير ما تنساونيش من لي جيم ومن البارطاج، والناس اللي اول مره شافوا القناه ما تردوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل ما هو جديد. ومن مره اخرى كنتمنى ان هاد لا فيديو هادي وهاد الجوله الخفيفه ظريفه تكون عجباتكم، وغادي نقول لكم بسلامه ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.